كان يوم الناس، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هلو ايفري كوت زيرو، مرحبا بكم في قناتنا علي كورس. لا تنسوا دعمنا بنشر المقطع اذا اعجبكم واللايك، الديسلايك اذا لم يعجبكم، وهيا بنا على بركه الله نبدا اخبارنا التقنيه لهذا اليوم. اخبار متعدده ومن شركتين سامسونج ومايكروسوفت. نبدأ مع مايكروسوفت ومؤتمرها الهاردوير الخاص بها التي تم الإعلان عنه، عن هاتف القابل للطائرة سيرفس دوو 2. الجهاز الذي سوف يأتي بتحسينات عديدة من الشاشة التي الآن تدعم 90 هرتز، والإدج الذي جاء في الوسط ليعطيك أصغر خط أسود يمكنك أن تراه، أي أنهم يحاولون أن يصنعوا لك فولد بدون أن يحتاجوا لشاشة فليكسابل. وبالنسبة للأشياء الجديدة هي الكاميرات التي جاءت في الظهر التي لديها بروز كبير، والتي هي كاميرا 16 ميجا بيكسل 2X Optical Zoom، كاميرا 12 ميجا بيكسل عادية و 12 Ultra Wide. بالنسبة للمعالج سوف يكون السناب دراجون 888، وهذه الأشياء الحديثة والجديدة، لا يوجد أي شيء جديد، نفس الهيئة نفس التصميم، اللهم هناك لون جديد أسود. وحركة الشاشة التي بالإدج أتاحت لنا أن يكون عندما تغلق الجهاز يكون لك كشاشة ثانوية تريك البطارية والساعة، ولكنها ليست شاشة ثانوية بل فقط حركة خاصة بالإدج. وسعر الجهاز يبدأ ب 1499 دولار، أي 1500 دولار. الجهاز سوف يأتي ب 8 جيجا بايت في الرام، وهذه الأشياء الجديدة فقط، لا يوجد أي شيء جديد. وننتقل إلى خبرنا التالي. العديد من التسريبات التي مع سامسونج، نبدأ بأول تسريب والذي هو عن التاب S8 Ultra. نعم، الألترا تدخلت في حتى التابلتات الخاصة بسامسونج. التابلت الذي سوف نتحدث عنه سوف يكون أفضل تابلت سوف ينزل بالسوق، بشاشة 4K حجمها 15.8 إنش، والشاشة دائما للفريشريت 120 هرتز. الشاشة سوف تكون منعدمة الحواف تقريبا مع نوتش صغير، لا ندري هل هناك سنسورات أو شيء من هذا القبيل للفايس آي دي، واحتمالي أن تكون البصمة في الشاشة. الكاميرات سوف تكون في الخلف ثنائية، البويلد سوف يكون من الألومنيوم، والبروسيسور سوف يكون من سناب دراجون 888 العادي ليس البلس. التسريبات توضح لنا في التصميم تصميم ممتاز ومواصفات جيدة جدا، إذا كانت هناك مواصفات أخرى سوف أضعها لكم الآن. وبالنسبة لسعر الجهاز فمن المحتمل أن يكون 1500 دولار حسب التسريبات، إذا أخطأت السعر أمامكم. لحد الساعة التسريبات تقول 1500 دولار. وننتقل إلى خبرنا التالي أيضا مع شركة سامسونج، وتسريبات حديثة لـ S22 سيريز. الـ S22 سيريز سوف تتغير بشكل جذري، بحيث أن الـ S22 والـ S22 برو، هذه هي الأسماء الصحيحة، الأسماء الخاطئة التي انتشرت هذه الأيام ليست هي. والـ S22 Ultra تم إلغاؤه وتم تغييره بالنوت. نعم، كما سمعتموني، الآن سوف نرى S22 S22 Pro. البرو سوف يكون الأعلى مواصفات. S22 S22 Pro سوف يكونان من ناحية تصميم نفس التصميم. الكاميرات سوف تكون أفضل في البرو، سوف تكون كاميرا 50 ميجا بيكسل أساسية و 10 ميجا بيكسل للـ 3X زوم، والألترا وايد سوف تكون 12 ميجا بيكسل. أما بالنسبة للـ S22 العادي سوف يكون نفس المواصفات التي رأيناها في الـ S21 مع تغييرات طفيفة، من ناحية أن الكاميرا الرئيسية سوف تكون 50 ميجا بيكسل فقط، هذه التسريبات الوحيدة. الشاشة سوف تكون منعدمة الحواف بحواف متناسقة حسب التسريبات، وهذا سوف يشمل جميع هواتف سامسونج جالاكسي S. أما بالنسبة للألترا فتم إلغاؤه وتغييره بالنوت 22 ألترا. كما سمعتموني، كنا نتحدث عن أن الـ S22 Ultra سوف يتم تغيير تصميمه إلى سلسلة النوت، ولكن تم تغيير الاسم أصلا. هذا مسرب في تويتر وضح لنا أن التسمية تغيرت من 22، سوف يبقى كما هو، الـ 22 Plus سوف يصبح Pro، والـ 22 Ultra
سيصبح النوت 22 أولترا كما سمعتموني، أي النوت سوف يعود لنا في الأسواق. أرى أن هذه حركة ممتازة، النوت لديه سمعة جيدة، كما أن إضافة الإس بن لهواتف الإس يمسح طابع الإس أنه أنيق بدون قلم بدون هذه الخزعبلات. وهذه أخبار جيدة. البطارية تحدثنا عنها منذ مدة والتسريبات الخاصة بها، ولكن سأعيدها لكم. 3700 ميلي أمبير للإس 22، 4600 ميلي أمبير للبرو، وبالنسبة للنوت 22 أولترا الآن 5000 ميلي أمبير. وبالنسبة للحساس 200 ميجا بيكسل فيها احتمالية لا نراه في النوت 22 أولترا، لا يوجد أي تسريب يؤكد أن هذا الحساس سوف يكون في هذا الجهاز، وقد نرى أول جهاز بهذا الحساس من شياومي. وهذه الأخبار الوحيدة مع شركة سامسونج، هذه التسريبات والأخبار الوحيدة التي لدينا لهذا اليوم. وهكذا قد نكون أنهينا فيديونا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمنا باللايك، وإذا لم يعجبكم الفيديو ضعوا الديسلايك، اكتبوا شيئا تؤجرون عليه في التعليقات أو شيء تريدون تكتبونه في التعليقات. وآخر الفيديو تجدون آية قرآنية حسنت لي ولكم، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. Peace out. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.